السلام عليكم، معكم الدكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال مستشفى برجيل. الانيميا من اكثر الامراض شيوعا في الاطفال، يعني حوالي 25% من الاطفال بيعانوا من نقص حديد. انيميا يعني نقص في كرات الدم الحمراء او الهيموجلوبين، والاعراض اللي يجب ان الام تنتبه ليها ان طفلها ممكن يكون عنده انيميا هي شحوب اللون. شحوب اللون يعني ده بيظهر اكتر في الشفايف، في العينين، في لون الايدين. الطفل ده بيشكي من الإجهاد، من دوخة، صداع، شعور بالإرهاق الدائم، ضعف في التركيز. وبعض الأمهات بيشتكوا إن ابنهم بيعاني من ضعف التحصيل الدراسي، وفي معظم الحالات بيكون نتيجة أنيميا نقص الحديد. لذلك بنصح الأم لو طفلها بيعاني من أي من هذه الأعراض إنها تتجه للطبيب، طبيب الأطفال اللي بيشوفها وبيعمل كشف طبي على المريض، وبيطلب التحليل اللازمه ويديله العلاج المفروض ياخده، لان بعض العلاج مثلا في انيميا الحديد بتوصل لعده شهور. وربنا يحفظ اولادنا جميعا. شكرا.